حان الموعد. السلام عليكم، كيفكم اخواتي؟ شو اخباركم؟ طمنوا عنكم. شو الترتيب؟ شو التمهيد؟ كله تمام؟ كيف الغذاء؟ رواق، هذا اهم شيء. طبعا التمرين تمام وغذاء رواق، امورنا كلها بخير. طبعا انا ما عم بقطع التمرين، بس ما صح لي صور نهائيا لانه هيك كان عندي شويه ضغط شغل وكذا. رجعت لكم بعد العيد وعلى التمرين الروتيني واليومي ان شاء الله. اليوم رح نتمرن الصدر ومعده. حركز نرجع على موضوع انه المعده يوم يوم لا نتمرنها. وانا كتير على فكره مبسوط انه في كتير لي اصدقاء قالوا لي انه عن جد انت شجعتنا، خليتنا نروح على النادي، اندفعت يا زلمه على قد ما بتنزل. انا كتير 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 انبسطت بهذا الحديث. اتمنى الكل يندفع. اساسا هي هاي القناه قناه تحفيز لا لك ولا اي شيء تاني ولا اي مصلحه تانيه. تمريننا تمرين اونلاين، عم نتمرن اونلاين مع بعض. ان شاء الله يكون عم يعجبكم. وتابعوا، لا تنسوا اللايك الاسترالي والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. جاهزين؟ هيا للماس. انا حميت على الستيب على الويفا فورم، حميت اموري كلها تمام، جاهز على الماس. هيا للماس. انا لعب التمرين الاول مثل عادة صدر فراش. المجموعة الثانية عزيات الأوزان، هنا أنتم، ها نحن هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 انتهى التمرين الاول. على التمرين الثاني التمرين الثاني حنلعبه اعلى بدنابل. هم الابطال القادمون. ستارس 2 مجموعة الأولى. مجموعة الثانية دوبلنا الأوزان. يلا طبعا نطلع الوزن بشكل تدريجي لما يصير معنا أي إصابة. 4 5 6 7 8
عندهم. المجموعة الثالثة كمان زاد الأوزان. الله يفرج. أين أنتم أيها الأطفال؟ ادعونا ما يصير معنا شيء. لازم نزود الأوزان، يعني هذا التمرين بده وزن، بس طبعا بشكل عقلاني، يعني نحاول. شو بابا يا أخي؟ التمرين الثالث سحب من الأسفل. طبعا هذا بدعم أعضاء العلوية من الكبر. سايوس يا بالتوازع. ها هم قادمون. أين الماء الشرب؟ سالوس. المجموعة الثانية. أيون نستريح بين التمرين والتمرين نص دقيقة و 45 ثانية بس. المجموعة الثالثة والأخيرة. زيادة وزن. التمرين الرابع حنلعبه فتح دامبل اعلى اعلى. احنا عم نركز اليوم على الصدر الاعلى. ستراليوس. هل انت جاهز؟ امورك مولاي. أين أنتم؟ أين أنتم أيها المحاربين؟ هيا القتال، هيا القتال. سالوس.
طبعا مع زياد الأوزان. نحن قادمون المجموعة الثالثة. التمرين الخامس والأخير. المجموعة الثانية مع ذات الأوزان ستراكوس. المجموعة الثالثة والأخيرة بالوزن كامل. دولة. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. إلى تمرين المعدة. هيا سارس. حنبلش بالخواصر. Yeah.
5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yeah. المجموع الأخير تمرين المعدة. هنحاول نلعبها هلا البطيء. استراحة 30 ثانية من الماء. المجموعة الأخير. سدنا الأوزان وتم التدمير بنجاح. ثمان عدات. تمرين صعب ولكنه جميل. So what's gone is gone, and we both move on.
Yes. Come on, you hot هذا التمرين خسرت فيه بتمرين البرية وجهد التحمل على الشجرة خسرت فيه لازم اتمرن عليه تمام يعني صار لي زمان ما تمرنته بدي ما احمل جسمي بعداد اطول لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس بس يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التمرين الأخير من تمرين البدن Yeah.
سوريوس سوريوس. وهيك انتهى تمرين اليوم. معسنا صدر ومعدة، اساليب جديدة وتكنيك جديد، مركزين على تمرين كل يوم عضلتين، هي مثلا صدر ومعدة، بكرة ايدين باي وتراي كميسات، بنرد من رجل المعدة يوم يوم، لا يعني نلعب المعدة 3 مرات بالاسبوع. ما في رحمة نهائيا، تعال يا معدة بدك تتمرني 3 مرات بالاسبوع، ما بيأثر مرن هيك، ما عم نقسى عليك زيادة، يعني تمرين عضلات المعدة مثل اي عضلة تانية، مو بلعبها 200 و300 تمرين واحد، مثل اي عضلة صدر باي تراي، نفس التقسيمة، زيد اذا بدك تزيد اوزان، 12 10 8 لعب تمرين مضبوط، ولا انك تلعب تقسى 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 وتتركها، لا خلينا يوم يوم، لا عم ندور ومو صار علينا شيء نهائيا، بتعرفوا انتو جاري المعس دائما. ان شاء الله حنحاول ننزل ان شاء الله بالاسبوع 4-5 فيديوهات ان شاء الله، ادعوا لنا. ان شاء الله يكون عجبكم هذا التمرين، واذا عجبكم لا تنسوا اللايك الاسترالي، اشتركوا بالقناه، تفعيل زر الجرس، خليكم دائما مع استراليوس، كونوا معنا بتمرين اونلاين. انا كوتش دال، سلام. ها نحن انتهينا.